قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله كتاسرت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة بقدر نطير. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد خاوتنا الكرام، جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خوتي جبت لكم واحد المحلل الفلسطيني الذي بهدل المراركة على المباشر وأعطى المثل بالجزائريين في وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية يا خوتي، ودار واحد الحاجة راح تعجبكم بزاف في هذا الفيديو يا خوتي. المهم راح نشوفوا الفيديو كيف كالعادة ونعلقوا عليه كيف. قبل مشاهدة الفيديو هذا كالعادة وسكارة في كل واحد يكره الجزائر، ديروا جام للفيديو وصلوا 4000 لايك. نبدأ الفيديو الآن ونعلق عليه كيف خاوتي. هاي المخلوقة ما تسمى بملكة جمال البحرين، هذه القزمة لا اعتراض على خلقة ربنا اللي لابسة جلد الأفعى، أفعى مش نحلة، هاي أفعى نملة أي إشي، طلع كيف جاية يعني اللي بفكرها خدامة الثلاثة اللي واقفات مش عارف فيه، ولابسة كعب طبعا مترين ومع ذلك مش ظابطة معها في هذا الجانب، ولكن وجودها طبعا مخزي هي وملكة. بلا ما ننساو يا خوتي البحرين راهي دولة مطبعة، لذلك هاجمها هذا الفلسطيني بلا ما ننساو، وراح يهاجم واحد المرأة ثاني يكرهها كامل الجزائريين واللي هي هذيك ملكة جمال تاع المغرب ولا ما على باليش. جمال المغرب هو شرعا الاحتلال وسطو على التراث الفلسطيني بكل هذه الوقاحة والبجاحة، يسطون على التراث الفلسطيني ويشاركون الاحتلال في هذا الاستعمار يعني الثقافي أيضا. هذه يا خوتي هذه المسابقات عملية تعمى عن باليش تعا لي موديلز هذو لما على باليش البنات هذوك يلبسوا قش ويديروا الاستعراض. على كل حال دارت حالة ضجة إعلامية كبيرة خصوصا أنها كانت في إسرائيل، عديد الدول انسحبت من هذه البطولة ولكن الدول المطبعة شاركت كما المغرب وكما البحرين. ولكن يعني الملامة أكيد عليك وعلى من ابتعثك. الشعب البحريني له مواقف عظيمة، وهنالك مجموعات فدائية من البحرين شاركت في الثورة الفلسطينية وفي التنظيمات الفلسطينية وفي معارك الثورة ضد الاحتلال، وأنت تحاولي تشويه البحرين ولن تنالي، لا أنت ولا الأقزم منك ولا الأعظم منك من حقنا التاريخي ومن تراثنا ومن انتمائنا واعتزازنا بأرضنا وبشعوبنا العربية. والملوك الحقيقيين كانوا هنا أبطال منتخب الجزائر. اسمعوا مليح ما وصفنا بالملوك الحقيقيين، احنا الجزائريين اللي ما نتخلاوش على القضية الفلسطينية. كم تسمعوا الذين أنصفوا فلسطين واصطفوا مع فلسطين، خاصة بهذه الصور ما بعد المباريات في كأس العرب المقامة في الدوحة، نشاهد كيف تعامل ملوك المنتخب من خلال رفعهم للأعلام الفلسطينية والاعتزاز بالأعلام الفلسطينية بعد المباريات، بعد مباراتهم وفوزهم على المغرب وبعد أيضا فوزهم على قطر ووصولهم إلى النهائي. الشعب الفلسطيني أكيد ممتن لهذه المبادرات اللطيفة، قديش هي بسيطة ولكن قديش إلها مردود عظيم في أعماق 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 كل فلسطيني وكل محب للقضية الفلسطينية. وهذا ليس بغريب على المنتخب الجزائري وعلى الشعب الجزائري، وأيضا تونس ما بعد فوزها على مصر رفع لاعبيها العلم الفلسطيني، والمنتخب المصري له مواقف عديدة في رفع العلم الفلسطيني ومناصرة فلسطين، وأيضا المنتخبات العربية يعني من الخليج إلى المحيط لا نشك في انتمائها، الشعوب معنا ونحن معهم، ولكن هنالك أنظمة رزيلة منبطحة هي من تشوه
المواقف ومن تنبطح إلى الاحتلال ومع الاحتلال للسطو على حقوقنا وعلى آلامنا وجراحنا. أكم على بالكم يا خالد شكون هما هذو الأنظمة المنبطحة والأنظمة اللي باعت نفسها أو اللي راهو يحكي عليها هذا الفلسطيني الأصيل؟ أكم على بالكم. لكن الرد من هذه الشعوب العظيمة هو الذي يسند فلسطين والشعب الفلسطيني ويعزز من معنوياتنا ويرفع من معنوياتنا لنبقى على هذه الأرض. ملوك الجزائر لكم المحبة، أنت ملك بكل ما تعنيه الكلمة، أنت ملك، ملك القومية، ملك العروبة، ملك الأخلاق، ملك المحبة، ملك الانتماء. هذه الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، 132 عام من الاستعمار الفرنسي ولم تخضع الجزائر، لم تخضع الجزائر، مش سنة وسنتين، 132 سنة. والاستعمار الجزائري كان ألعن من الاستعمار والاحتلال الصهيوني لفلسطين. ولن نخضع أبدا، صدقوني يا خوتي لن نخضع أبدا إلى أي كان. فرنسا تعاملت مع الجزائر أنها قطعة من فرنسا ونقلت المستوطنين وقامت بالمنشآت والمزارع لكي تبقى للأبد في الجزائر، وجلبت المهاجرين ومن بينهم اليهود إلى الجزائر. ولكن الشعب الجزائري على مدار 132 عام من الكفاح والجهاد والثورة حتى انتصر وطرد المستعمر من على أرضه وأعلن استقلال الجزائر بهذه العظمة التي تعبر عنها بهذا الجمال اتجاه فلسطين. جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين، جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين، نحن شعب الجبارين، نحن شعب الجبارين، بنحبك يا الجزائر، جزائر جزائر جزائر. أحيا الجزائر. هذه هي اللي خرجة اللي قلت لكم راح يديرها يا خوتي هذا الفلسطيني. قام بحمل قميص رياض محرز كما راكم تشوفوا، قميص المنتخب الوطني الجزائري الذي نفتخر ونعتز به، زكارف كل واحد يكره المنتخب تاعنا، زكارف هذوك الناس اللي باعوا الشرف تاعهم من اجل التطبيع، زكارف المراركة. نقولها لكم بطريقة مباشرة، انتم خنتم كل قضاياكم، انتم مجرد خوانا، شوفوا مليح وتألموا مليح. عاشت فلسطين وعاشت الجزائر وعاشت الأمة العربية. هذا الكلر قميص المنتخب الجزائري وهو رقم 7 للكابتن القائد محرز في مانشستر سيتي طبعا هو. وكنت في الجزائر قبل حوالي 5-6 سنوات ودخلت على المحل واشتريت القميص، فلما عرف اني فلسطيني حلف 100 يمين ما يأخذ حق ثمن هذا القميص، اعتز به حتى اليوم. اكم تسمعوا يا اخوتي، هاو الجزائري الاصيل، الجزائري الاصيل هو هذا البائع ايضا اللي باع القميص تاع محرز وما حبش يحكم عليه يا اخوتي دراهم لانه فلسطيني فقط، لانه من فلسطين. ايماجيني وتصوروا معي يا اخوتي الكرام انه خرج واحد الفيديو وكذا تاع شاب فلسطيني قال لهم انه جزائري جا باش يسرقني، ابري يا اخوتي الكرام سقساه قال له انت منين، قال له من فلسطين. قال لك الفلسطيني ما فهم والو، قال لك رجع له كامل المسروقات هذوك وقال له يا ولدي ما تخرجش في الليل وما تخرجش في الوقت هذا وما تحملش معاك الكاميرا، وربما فات عليكم المقطع هذا راهو دار ضجة إعلامية كبيرة. شفتوا يا خوتي هذا سراق، هذا يسرق يا خوتي ولكن ما قدرش يسرق واحد فلسطيني. هذا قميص المنتخب الجزائري، ألف مبروك.
كما شفتوا يا إخوتي الكرام، هذا ما قاله هذا المحلل الفلسطيني، شيء نفتخر به نحن الجزائريون أنه يحمل القميص القميص الجزائري عفوا، ويقبل القميص الجزائري ويشري القميص الجزائري، حاجة نفتخر بها نحن الجزائريون، لأننا بلد المواقف بكل بساطة. الجزائري عمره لباع روحه من أجل المال ولا من أجل أي حاجة أخرى، لأنه عندنا المواقف أهم من كل شيء. ما ناش كيفكم يا المراركة، وبإذن الله كأس إفريقيا راح تكون تاعنا، رغم أنه كان إصابات أخي سمعتوها بكوفيد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، ولكن رغم هذا الجزائر ستستمر إلى بشتدي الكأس تاع إفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الكرام، ما تنساوش خليونا رأيكم في التعليقات، وردوا على كل واحد يتكالب على المنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.